نروح نشوف مع بعض سجل أبطال السوبر المصري، البطولة اللي انطلقت في الألفية الجديدة، بطولة السوبر المصري. ودايما النادي الأهلي هو صاحب الأرقام القياسية، علشان الناس اللي بتقعد تنادي وتقول الرعاية 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 مش كلام، والمعلنين اللي بيجوا للنادي الأهلي مش كلام، المعلنين اللي بيجوا للنادي الأهلي علشان الشعبية اللي احنا بنشوفها في الكويت وفي السعودية وفي الإمارات، وبنشوفها في الأرقام اللي احنا بنعرضها لحضراتكم دلوقتي. سجل أبطال السوبر المصري، الأهلي البطل 11 بطولة، الزمالك 4 بطولات، المقاولين ليه بطولة واحدة في السوبر المصري، وأيضا حرس الحدود وأيضا طلائع الجيش. إذن النادي الأهلي له نصيب الأسد من عدد بطولات سجل أبطال السوبر المصري. تاريخ مشرف للنادي الأهلي، وسجل لازم النهاردة لعيبة النادي الأهلي وهي بتلعب يكون عندها الثقة لما تشوف التاريخ بتاعها. تكملة سجل أبطال السوبر المصري برضو الأندية اللي شاركت في هذه البطولة، الإسماعيلي لم يحظى بالبطولة، ولا إنبي ولا المصري ولا غزل المحل. إذا النادي الأهلي هو بطل السوبر المصري ب 11 بطولة. لكن مع اقتراب مباراة السوبر المصري كالعادة وإحنا متعودين على هذا الأمر، فبركة لإشاعات، الكلام والبلبلة كتير حوالين فرقة ولاعبي النادي الأهلي. بنشوفها بالمناسبة مع وصول النادي الأهلي مش في السوبر المصري بس، لا ده كمان في دوري أبطال أفريقيا، وشفناها في مباراة الترجي وفي الوداد وفي محافل كثيرة للنادي الأهلي. هو ده دايما عادة البطل لما بيوصل للمحافل ويوصل للنهايات وبيوصل للبطولات.